مع الناس. ضيفي اليوم سياسي لكن بالأساس هو دكتور ومتحصل على شهادة في الكيمياء الحيوية، قيادي في الحركة النهضة، شغل منصب وزير الصحة خلال الفترة بين 2011 و2014 في حكومتي حمد جبالي وعلي العريض، لكن في شهر فيفري زاد 2020 مع أول حالات الإصابات بفيروس كورونا يعود يرجع لنفس المنصب اللي حتى الحدود شهر جويلية من نفس العام وقت تمت زاد إقالته من حكومة إلياس الفخفاف. إقالة كانت خلفت ردود أفعال مختلفة فيما يتعلق بالحرب ضد الكورونا. ضيف اليوم يتصدر الشخصيات السياسية اللي تحظى بثقة التونسيين بنسبة 39% وفق نتائج سبر الآراء الخاص بشهر جوان اللي أعدته مؤسسة سيجما كونساي بالاشتراك مع جريدة المغرب. ضيفي اليوم يستقبل أسئلتكم أنتم الناس الجماهير على المباشر في مواجهة مع المستمعين على لايف ستريمينج في صفحة غاديو إي إف إم. مرحبا بك سي عبد اللطيف المكي. أهلا وسهلا، مرحبا بك وكل سادة المستمعون. مستعد لاستقبال أسئلة الجمهور؟ طبعا، كأنه في حملة انتخابية ونمشي في التروتوار وفي القهاوي ونحكي مع الناس مباشرة. هذا سؤال يمكن ولا رمارك باش تجيب أسئلة أخرين. هات نبداو بضياء الجويني اللي يسأل: هل ما قاله الدكتور مراحي بخصوص مناعة القطيع صحيح أو أنه يشكل خطر كبير من ناحية تطور الفيروس؟ سي عبد اللطيف، لوماس تعتبر نظرية مناعة القطيع لا أخلاقية لأنها تتسبب في كثير من الوفيات، وإحنا شفنا رغم اللي ما خططناش لما مناعة القطيع لكن شيء من الارتخاء، شوف شنو أعطى أعداد نتاع أموات. محمد بوزيد سي عبد اللطيف يقول لك: سؤال نحبك تجاوب عليه، يعيشك بدون مراوغة ومباشرة، أعطينا حاجة واحدة عملتها حركة النهضة باهية وعادت بالنفع على الشباب في تونس وعموم المواطنين. الكثير من الأشياء متمثلة في القوانين والمحافظة على استمرار الدولة. أعطي حاجة واحدة، قانون مثلا. حاجة واحدة هو أنه أدارت العملية السياسية باش ما تصيرش حرب أهلية في تونس. قدمت الكثير من التنازلات. كان مش حركة النهضة لو صارت حرب أهلية. قدمت حركة النهضة أبرز من أبرز ما قدمت هو هذا، باش التوانسة يقربوا بعضهم وما تسقطش الديمقراطية، لأنه برشا ناس حطونا بين إما تسقط الديمقراطية ولا حرب أهلية. حركة النهضة حالت دون ذلك. المستعين بالله سي عبد اللطيف يسأل ببساطة، يقول لك: وين مشيت فلوس صندوق 18-18؟ مشيت في المصاريف الخاصة بالكوفيد، وهي موثقة في وزارة الصحة وبشهادة اللجنة اللي تشرف على صندوق الكوفيد واللي فيها اتحاد الشغل وفيها عديد الوزارات وفيها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وهي موثقة نجم يتحصل على كل التفاصيل. كيفاش نجم يتحصل عليها التفاصيل؟ يمشي لوزارة الصحة ما هو بشخصه ولا عن طريق منظمة، حق النفاذ إلى المعلومة عن طريق النائب نتاع الجهة نتاعه، بإمكانه أن يصل إلى كل المعطيات. حمام نصري يسألك أستاذ عبد اللطيف يقول لك: هل ندمت اللي دعيت الناس باش يخرجوا في مظاهرة النهضة؟ أنا ما دعيتش وما خرجتش وما كنتش معاه. شنو رأيك في الإدعاء وناصر ودعاء الناس تخرج في المظاهرة؟ ما نركزوش على النهضة فقط لأنه نولوا مناش عادلين. ليه هو الحزب اللي تنتمي ليه بس كنت ضايف اليوم؟ كل التظاهرات اللي صارت ما حقهاش صارت وحقها السلطة منعتها. مونيا حكيمي تسألك: علاش تنكرت لجهة الكاف اللي ترشحت على دائرتها في انتخابات سابقة، وعلاش في عهدك أصبح مستشفى الكاف في أسوأ حالاته حسب سؤاله؟ غير صحيح، لم أتنكر الكاف، ومعتز ومتشرف وقمت بكثير من الإجراءات. الكاف أخذت ثاني ولاية، أخذت ميزانية الصحة في 2012 و13 بعد سيدي بوزيد، وترجع للتمويلات اللي عملناها للكاف لإصلاح المستشفى والتجهيز المرمى الشانتي اللي مازال قائم توا في الاستعجال وفي بناء أقسام، هذاك تم تخطيطه في عهدي أنا وتنفيذه في عهدي أنا. قسم النفرولوجي والدياليز اللي هو من أفضل الأقسام في الجمهورية، هذاك تم في المدة متاعي أنا، وجلبت التبرع اللي صالح. فترجع الميزانيات والأوراق، ترجع الولايات اللي اشتغلت معهم، أني كنت من أنشط النواب في تحريك ملفات الكاف. محمد لمول يسألك يقولك: شنو رأيك في تصريحات محمد عبو اللي اعترف اللي هو كان وراء إقالتك من الوزارة؟ كان خيار خاطئ جنى على البلاد، وكنت منتظر خيار الإقالة هذه وتعويضك قرار خاطئ. مش دكتور. تعويضي أنا كان الإقالة متاع وزراء النهضة والطريقة متاع رد الفعل سدت كل الأبواب على إمكانية إنقاذ حكومة إلياس الفخفاخ. ختام كلمة تسأل: كقيادي في حركة النهضة المتحالفة مع ائتلاف الكرامة، شنو رأيك في العنف اللي تعرضت له النائبة عن حزب الدستوري عبير موسي تحت قبة البرلمان؟ احنا بطبيعة نندد بالعنف وضد الشيء هذا، وعمرنا ما مارسناه. ماناش مسؤولين على ائتلاف الكرامة، هو مسؤول على نفسه،
يجب التحقيق في هذا الحادث وكل واحد ياخذ جزاؤه، بما في ذلك الإشارات اللي قيلت من أطراف هامة ورسمية بأن الحادث مدبر. 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 أحمد، أحمد، شنو تقييمك للي عملتوه في 10 سنوات؟ هل أنت راضي عبد اللطيف المكي، وهل ضميرك مرتاح لحال البلاد اليوم؟ لا، لست مرتاح لحال البلاد، وأعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان. أكبر ضحية للمسار هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، عندها تفسيراتها برشا حملوها لطرف واحد، لكن عديد الأطراف تتحمل المسؤولية، خاصة الناس اللي ما قبلتش العملية الديمقراطية وظلت تقاوم بوسائل أخرى غير سياسية. نجاح نسبي في العملية السياسية، وهذا مهم لأنه شرط لأي عملية تنموية ناجحة وعادلة، ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان بكثير. أميرة، تقولك شنو الإنجازات اللي عملتها لفائدة الصحة بتقلدك لوزارة الصحة في مناسبتين؟ بعد المناسبة الثانية ما تتحسبش، لأن 4 شهور تقريبا واجهنا فيها الكوفيد، وهذا يقيموه الناس. بالنسبة للفترة الأولى اللي قعدت 25 شهر، من أول الإجراءات اللي قمت بهم هو رفعت ميزانية الصحة ب 25%، كانت 1500 رديتها 2000 واش، وطبعا بطلب مني وبإرادة من الحكومة أنه فتحنا كل الملفات نتاع لي ريفورم والإصلاح، شغلنا التفقديات لضرب الفساد، أنه عملنا برشة تجهيزات. يكفي نقولها أنه لقينا في القطاع العمومي 5 إيرام فقط في كامل أنحاء الجمهورية، آلات إيرام واحدة منهم ما تمشيش واضطرينا إلى إغلاقها اللي هي نتاع الهضبة، وبرمجت 5 أوتر إيرام للقطاع العمومي، الكاف ولات فيها إيرام، القصرين ولات فيها إيرام، جندوبة ولات فيها إيرام، الإسكانير برمجنا العشرات نتاع الإسكانير، ملتي بارات اللي كانوا عنا 1 و 2 بارات معنا خذينا 16 و 32 إلى غير ذلك. فقلها أرجع للميزانيات ستجدين مجهود كبير، اللي ما نجمناش هو الإصلاح الهيكلي اللي كان يتطلب وقت وهدوء، وانت ما كانش عندك للوقت للهدوء. ما كانش ثم وقت وما كانش ثم هدوء. تذكري قانون الأطباء اللي عملناه باش الأطباء يستقروا في البلاد ويكسبوا أكثر خبرة قبل الخروج للخارج أو للقطاع الخاص، وممكن شفتوا كيفاش تمت المعارضة نتاعو. الريفورم صعيبة لأنه اليوم أغلبية الفلوس اللي تدور في قطاع الصحة ما هيش تعطي في مردودية كما يجب. سيد عبد اللطيف المكي، منيرة دوست تقولك صحيح اللي انت قاعد تاخو في الإنجازات نتاع الوزيرة اللي سبقتك السيدة سونيا بالشيخ وتعطي فيها لنفسك؟ لا، غير صحيح. قل هذه نظرية غير صحيحة، وإحنا نؤمن بتواصل الدولة، بالتأكيد كل وزير عنده خدمة والتقييم يجيب. ما عمري أنا ما نسبت أعمال غيري لنفسي، وكل وزير ينجح أنا نشجعه، وأعتقد أنه سؤالها مغرض شوية معنا. به ديريكسيون سو هكا الاسم متاعه ولا البسودو متاعه، يقول لك ما يمكنكش اليوم الضغط لفرض الحجر الشامل في تونس من الموقع اللي أنت فيه؟ قاعدين نسعى لذلك، قلوا تأكد اللي قاعدين نسعى لذلك. فما مساعي الحجر صحي شامل في لا مش سكون. الحجر صحي لتغيير السياسة تماما، بما في ذلك إمكانية الحجر لتغيير السياسة، لأنه البلاد اليوم دو شونجي دو استراتيجي دو مويان دو باش تنجم تسيطر على الكورونا من الجديد. يسألك وسام بكار يقولك عندكش فكرة عن كمية التلقيح اللي باش توصل في شهر جويلية عبد اللطيف المكي؟ فما حديث على أنه مش يوصل 1,000,000، ولكن غير كافي. غير كيف؟ غير كيف؟ غير كيف؟ عندكش جدار تواريخ سي عبد اللطيف؟ على كل أسبوع ثم الريفاج، كل أسبوع ثم الريفاج. أنا هذا سمعته من وزير الصحة مباشرة، تقبلنا كوزراء صحة سابقين، لكن هذه كمية غير كافية، ولابد من القيادة السياسية للبلاد باش تعمل ضغط كبير دولي دبلوماسي لاستجلاب ما يكفي من التلقيح. جوليا تقولك تتمنى اليوم ترجع لوزارة الصحة عبد اللطيف المكي؟ لا، ما هيش أمنية، وأنا عمري مطلب نفسي، وأنا مرتاح دائما أينما تضعني الظروف، نخدم نحاول نقدم، لكن العودة من عدمها ليست اختيار بقدر ما أنها استجابة جندي لواجب الوطن. أشرف منصور يقول لك أنت جزء من السيستم اللي موجود اليوم، نحب نعرف وينو اكزاكتومون كلامه هو بالضبط سبيطار القيروان اللي بريفيو باش يكون موجود يا سي عبد اللطيف. سبيطار القيروان كان لي شرف فني، أنا اللي قررته في الميزانية وخطط له واقتنينا الأرض اللي أين هو اللي باش يتبنى عليها. جات الحكومات اللي بعدنا كانت فلسفتها أخرى، ما كانتش متحمسة في موضوع التمويل، بعدين تعمل الفان يقولوا لي تمويله موجود سي عبد اللطيف.
تمويل شنو؟ مانيش انا اللي مولته، انا كنت باش نموله لو كان استمريت في وزاره الصحه، كنت ساو موله. وكان عندي باب بصندوق النقد الدولي كان مستعد لتمويل عمليات الريفورم تاع سيستم سونتي بما في ذلك البناءات، وكانت عندنا عروض. بعدين جات انتخابات، جات حكومه سمادي جمعه، دونك هي مؤقته ومهمتها هي انجاز الانتخابات. جات بعدين حكومه سي الحبيب السيد ما توجهوش للتمويلات. المفيد صار التمويل اظن في 17 من السعوديه من الصندوق السعودي. ثم شروط في اختيار مكاتب الدراسات انه يلزم يكون يشارك فيهم من الدول هذه. والوزاره باش تعجل الموضوع تم بعث وحده هي اداره عامه لمتابعه المشاريع المموله اجنبيا، وان شاء الله القروان بدا يتحط على الطريق الصحيح. سفيان شيباني يقول لك عبد اللطيف المكي، هل تفكر في رئاسه حركه النهضه مستقبلا يا دكتور؟ قلوا الاسئله هذه مازال ما طرحناهاش، الان احنا قاعدين لين بملفات. هو قال لك هل هو طموح؟ تنجم طموح هو طموح جائز وتنجم تخدم له حتى. شوف اي انسان يطلب شيء لنفسه حط عليه نقطة استفهام. عندما يكون ثم موجة في الحركة ترشحني أنا ولا غيري، وقت الإنسان يقرر باش يجاوب بإيه وإلا لا. به زكريا محمد بوعلاق يقول لك سيد عبد اللطيف المكي، وين وصلت حكاية كلية الطب في الكيف؟ هذه من القرارات اللي عطلوها، وانا ناكد له شكون اللي عطلوها؟ عطلتها الحكومات اللي بعدنا واللوبيات اللي ما تحبش التوازن بين الجهات. هذا يستم بزوا ناسيونال، مش كلية الكاف، كلية تونس هي في الكاف، وكلية تونس في سيدي بوزيد، وكلية تونس في القصرين وفي مدنين. قل له تأكد أنه نهار اللي نهضت واللي عندها الأغلبية وتقود الحكومة ستكون من بين أول المشاريع التي ستحرك. ناوي على ذلك حركة النهضة أنها نعم. تقود وتتحمل مسؤوليتها في طبعا الحكومة. وتبين أنه عدم القيادة وعدم تكوين الحكومة على أساس الانتخابات أنها فورميل فاشلة. أنا اليوم نعانوا في الفشل متاع هذا، أنك الانتخابات، ما هي الانتخابات؟ الانتخابات أنك باش تختار قيادة سياسية للبلاد للحكومة، عندما ينتخب الشعب تجي أنت تعمل حكومة لا تعكس هذا الاختيار السياسي متاع الشعب. ولذلك من ليزابيسي متاع الديمقراطية أنه اللي ينتخبه الشعب باش يحكم يحكم. ما هي الحلول المقترحة للخروج من الأزمة؟ تقول لك دليل الغزي خروج من الأزمة، تحكي على أزمة كورونا. أي أنا كان أزمة كورونا فقط. اولا حلينا الانستابيليتي بوليتيك في البلاد والتشقق السياسي اللي موجود. السياسيين هم المتسببين في الازمه بتاع كورونا. انا قلتها مش لاول مره، ارتباك الاستعداد للموجه الثانيه بدرجه ان فقدنا عنصر الاستباق كان لاسباب سياسيه، والا ما كانش يصير في تقديري الا صار. اليوم ازمه كورونا لازم تكون ثم كلمه سياسيه واحده، و الفيزيت اون دوار فيزيتي الاستراتيجيه نتاعنا من حيث تصوراتها ومن حيث طرق تنفيذها وانجازها ومن حيث طرق العمل بحال تكون ثم نتيجه ايجابيه. شمس الدين اختيري يقول لك سي عبد اللطيف المكي، الا ترى ان شق من حركه النهضه انصهر في الدوله العميقه وطبعت مع التجمعيين ورجال اعمال فاسدين؟ شوف هذا ادعاء لم يثبت الى الان، اللي عنده حجه يجيبها وسيرى أن قيادة النهضة ستقف معه هو. ما العيب مش أن واحد من جماعتك يغلط، العيب فيك تفيق به غلط وما تصلحوش. فلو تجينا الادعاءات هذه يعطينا أشياء، وأنا قلت في السابق اللي عنده ملفات يهزها القضاء، وأنا مع مضاعفة الحكم على كل نهضة ويحكم عليه في قضية فساد. صارت محاولة للتصالح مع الساترة، أعتقد أن ما كانتش على أصولها، كانت تحت ضغط الواقع وتحت التهديد وتحت التكتيكات السياسية، كان عندها سلبيات كثيرة وعندها إيجابيات معناها كذلك. كما في موضوع الفساد اللي يجمعنا كتوانسة مقاومته، أي واحد عنده ملف يتفضل يمده. هيثم صبحي يقول لك، من هو رجل الأعمال اللي أنت قلت أنه أسقط يوسف الشاهد ويعطل في البرلمان؟ ما نجمش نقول على الاسم، لكن الناس تعرفه، المجتمع السياسي كله يعرفه. علاش ما تنجمش تقول سي عبد اللطيف؟ من هذا شأن عام، ماهوش شأن، نعرف اللي هو شأن عام، ولكن الناس كلها تعرفه، الناس كلها تعرفه، وعمل مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانت ماشي. اي اعطيت الصفات، اعطي اسم هكا يطلب منك هيثم المصابح. احنا في مواجهة مع أسئلة الجمهور. نتقابلوا نتقابلوا تنقول لك عليا هيثم. ليه هو يسمع فيك تابه مباشرة سي عبد اللطيف. لا ما بطبيعة هذا سي تام برنسيب، بالنسبة لي ما نذكرش الأسماء.
إلا إذا كان قدام قضاء أو قدام فندق. وعلاش ما يتمش رفع قضية؟ علاش ما يتمش محاسبة؟ علاش ما يتمش حتى لو كان ما نذكرش الأسماء في الإعلام؟ ما نجمش تقولوا علاش ساهمت في إسقاط رئيس حكومة، يقول لك هذاك حقي، ولكن هو بخلفية مش المصلحة العامة، بخلفية مصالح فئوية وجهوية. يقول لك محمد علولو، علاش ما يحبوش يعملوا حجر 6 أسابيع ويعملوا فيه على نهاية الأسبوع والعشرة أيام في بعض الولايات؟ شي تسمى هذايا كان مش استبلاه للشعب التونسي. على كل هي آراء واجتهادات، أعتقد أنه النتائج اليوم بينت الاجتهادات السابقة كانت خاطئة، سواء كان في مضمونها أو في طريقة تنفيذها. والآن المطروح التدارك، لأنه الوفيات اليوم التوانسة متقلقين من مياواش وكذا، وفيات ربي يرحمهم ويصبر آلهم، لكن إذا مش تحركوا الوفيات ربما تولي بالمئات. أحمد بالمبروك يقول لك، هل صحيح نتوجه نحو حكومة سياسية؟ عبد اللطيف المكي، هذا ما أعتبر أنه توجه صحيح، وأغلبية الأحزاب تطالب بذلك، وهو توجه صحيح باش المواطن يلقى شكون يحاسب. حمزة فزان يقول لك، شنو اللي يمنع توريد الملايين من تلقيح الكورونا، وما رأيك في السياسة الدبلوماسية في هذا الموضوع؟ السوق فيه شح، ولكن ثم تقصير منا، احنا ما كناش تريز أغريسيف وما كانتش كلمتنا موحدة على هالموضوع هذا. اليوم شنو تعليقك يقول لك على الدبلوماسية؟ الدبلوماسية ما خدمتش خدمتها؟ أيوه فيه نقص، نعم فيه نقص. سفيان بوشاني بيقول لك، لقحت سي عبد اللطيف المكي؟ اي ولا لقحت. شنو اللقاح اللي خذيته سي عبد اللطيف؟ لا ما نقولش لانه يعتبر دعايه، اما نقول اما لو مشيت وقالوا لي ديجا ما سالتهمش اش عندكم اش ما عندكمش، دخلت لقحت. ما سالتش على نوع التلقيح؟ اي ما سالتش على نوع التلقيح، لكن نعرف في الفتره ذيك الوزاره شنو تروج. اللي نقولوا للمواطنين كل التلقيح فعاله، البارح برك انا مع عديد الاطباء نتحدثوا في الموضوع، كل التلقيح فعاله بالنسب متفاوته شويه ولكنها تعطي مناعه. اليوم خذيت، يقولوا لي اللي يحبوا يزيدوا يتاكدوا، خذيت جرعتين سي عبد اللطيف؟ لا خذيت جرعه واحده، ما زالت في انتظار. به الأسئلة اللي مش الكل نخلط الراها هاو قاعدة تجيني زادة. شكرا لك يحيى. ياسين الرياح يقول لك، هل تعتبر أنك أنت جزء عن أسباب انتشار الكورونا وحالة البلاد تو؟ لا أبدا أبدا، ومستعد نناقشه بكل نزاهة، ومش من منطلق الدفاع عن نفسي، لكن من منطلق إثبات الحقائق، لأنه التجارب هذه البلاد تنجم تستفيد منها نهار آخر، وبالتالي لابد من الدفاع عليها. معز الفهري يقول لك، في صورة تم اختيارك لتشكيل حكومة عوضا عن رئيس الحكومة الحالي، هل كنت تقبل وكيفاش كنت تدير الأزمة؟ لكل حالة حديث، وإحنا مالكيين، ما يعرف الأستاذ اللي أعطى سؤال، إحنا على مذهب الإمام مالك ابن أنس، وإمام مالك ابن أنس يختلف على مذهب الأحناف اللي هو في العراق وفي كذا، فلا يطرح الأسئلة الفقهية الاحتمالية لزيبوتاز، بل يقول له دعها حتى تقع. ما هو خلافا للمذاهب في السياسة، كل شيء استراتيجي وكل شيء يحضر لي سي عبد اللطيف. دعها حتى تقع. أي لو أنت صار لك مش في المذاهب، خلينا في السياسة. وأكيد رأو فما شكون حكي معك في الكلام هذا، وقال يمكن عندك أنت طموح خاص وهذا شرعي زادة، تطمح أنك تكون رئيس حكومة، وكان كنت رئيس حكومة كيفاش كنت تدير الأزمة؟ السؤال سهل في احتمالية السياسة. هو كما قلت ما ثماش طلب ولا طموح. هو ما عندكش طموح أنك تكون رئيس حكومة؟ هو واجب وطني، أطمح أني نخدم البلاد بكل ما أملكه من طاقة، الباقي مانيش أنا اللي نحدو، وبطبيعة المبدأ اللي أنا وفيه ليه حكومة سياسية، وهذا لا يعني أنه ما يكونوش فيها مستقلين، ولكن يكونوا فيها مستقلين بشرط أنهم يكونوا تدربوا على إدارة الشأن العام. فاخر محمود يقول لك، سي عبد اللطيف المكي، مع احترامي ليك، النهضة فشلت في الحكم، لماذا لا تعترفون بذلك ومصرين على إغراق البلاد في الديون؟ هذا فاخر محمود. لا قل له، النهضة وقت اللي حكمت في الترويكا، وقت اللي خرجنا خلينا الديون في جهة 45-46%، قل له يا أستاذ، وكان عندنا معناها حساسية كبيرة في الاستدانة. بعدين النهضة ما كانش عندها وزن في الحكم اللي خليها تكون هي صاحبة القرار. نشاطرك اللي أي تجربة إنسانية فيها جانب من النجاح وجانب من الفشل، ونحن مستعدين لأي تقييم موضوعي، لكن نقول له الوضع في تونس ما يساعدش على التقييم الموضوعي. اللي ديبال تشوفيهم في البلاتوات ولا في ندوات وكذا،
ما فماش الموضوعيه اللي تخلي فعلا نعرفوا لو كوتي بوزيتيف دي كوتي نيجاتيف لا اكثر ولا اقل. ما ثم تجني على النهضه هذا اللي كونتر برودكتيف، يخلي النهضه بيدها ما تتغيرش. النهضه تتغير عندما يكون ثم تقييم ونقد موضوعي، اما اذا يولي تجني يخدموا لي ريفلكس ديفنسيف، معناها باش الانسان معناها يدافع على ذاته. محمد قطي يقول لك ماذا قدمت النهضه في هذه الازمه سيد عبد اللطيف المكي؟ النهضه كحزب يعني عندها شبابها ينشط في المجتمع المدني يحاول يقدم، لكن مجلس الشورى الاخير اللي جزء كبير درس الازمه الصحيه في البلاد وخرج بتوجهات، فالنهضة بيشتخدم من داخل الدولة وخدمة من داخل الدولة، ولكن الآن ستحرض وستدفع أكثر بطريقة منظمة أبنائها وشبابها دون أي لافتة حزبية إلى مجهود أكبر في إدارة أزمة الكورونا. وفما أبناء النهضة في الخارج اليوم منضوين في العديد من الجمعيات، قاعدين الآن يقوموا بجهد كبير في جمع التبرعات وفي استخدام التجهيزات. محمد علول يقول لك كلمة حق في حكومة الفخفاخ، شنو تقول سيد عبد اللطيف المكي؟ أعتقد أنها كانت حكومة معناها فوق المتوسط جيدة، وكان عندها إمكانية متاع مستقبل لولا الحادث متاع سلياس الفخفاخ، الملف القانوني اللي ما ينجمش الإنسان يبقى محايد تجاهه، لكن كان بالإمكان معالجة الملف هذه بطريقة أفضل ما تضرش بها البلاد. زكريا محمد يقول لك متى سيكون مؤتمر حركة النهضة؟ مجلس الشورى قرر وزاد البارح أكد بأنه سيكون قبل ديسمبر 2000. قبل ديسمبر 2021؟ 2021. محمد جمال الفاسي يقول لك علاش ما تتخلصش من عبء الإيديولوجيا كما عمل لطفي زيتون وتكون ممثل التوانسة الكل؟ أنا نعتبر أنا متخلص من عبء الإيديولوجيا وأفكاري العقائدية وأفكاري الفلسفية ما نطرحهاش مع الناس، ننطلق منها أو من غيرها كما الدراسات الواقعية والإحصائيات باش نقترح مشاريع للمجتمع. ولكن القول بأن الإنسان يعتزل الإيديولوجيا هو في حد ذاته إيديولوجيا. علاش ماكينات الأكسجين راقدين في الديوانة وقتاش باش نتم استعمالهم؟ هكا يقول لك صدام البرهومي. كلموني برشا منهم اللي قلت لك عليهم في الخارج، فما شكون في ألمانيا وفما شكون في إيطاليا وغيره، وكلمت السيد رئيس الحكومة في نهاية الأسبوع ووعد بالتصرف. بطبيعة مدير العام للديوانة عنده قوانين تقيده، لو يتصرف خارجها باش يتسمى له فساد. عنا قوانين ريجيد، يزم تولي عنا قوانين هذيك ندير بها الأزمات تسمح لنا بمرونة. السيد رئيس الحكومة تعهد بحل المشكلة، وأنا البارح كنت في حوار تلت ساعتين مع الجالية التونسية في مرسيليا عبر إذاعة، والموضوع هذا يتطرح بقوة وعدتهم خير إن شاء الله. سي عبد اللطيف المكي خليك معايا، راجعين توت سويت. احنا ليه مش راجعين سي وفي الوقت وفي الوقت. نحب نشكرك برشا سي عبد اللطيف المكي على خاطر التمرين ماهوش ساهل، انه الناس تطرح عليك الاسئله مباشره، وكما قلت لك نجم ترجعها لهنا على اللايف ولا ترجعها زاده تحت الصوره اللي قالت اللي انت باش تكون معانا لهنا في الانترفيو هذايا. شكرا ليك على وجودك معانا اليوم. شكرا لكم كل الساده السائلين، ونتمنى السلامه لك انت وكل الناس المستمعين. شكرا لكم اللي تبعتونا في الحلقه الاولى في انت مع الناس، فهمتوا البرنامج الاسئله نتاعك كنت تطرحوها اون ستريمينغ لايف لهنا، واحنا نوصلوها تو سامبلومون كيف ما هي للضيف اللي يجي معنا اليوم. قول عليكم قابلتوه مباشره. شكرا لكم ديما لاختيار اي اف ام. شاي طيبه، شاي طيبه للجميع، وخليكم مع بقيه برامجنا. كنت معاكم زينب مالكي في لمانه.